يعتبر قطاع النقل من أهم القطاعات الحيوية ذات الصلة المباشرة بحياة المواطنين وتحسين ظروفهم المعيشية. وانطلاقا من هذه الأهمية، عملت الجهات المعنية على إدخال إصلاحات بهدف تطوير نوعية الخدمة وتعميم وسائل النقل على المواطنين ووضع آليات لتنظيم وعصرنة قطاع النقل. في مدينة واذبوها العاصمة الاقتصادية للبلاد، توجد مئات سيارات الأجرة التي توفر النقل للمواطنين بين أحياء المدينة في ظروف يتفاوت تقييم المستفيدين لها، كما تنتشر على طول الشارع الرئيسي وكالات النقل بين المدن والتي تنشط على الطريق الرابط بين نواكشوط وواذبو. واقع النقل في واذبو واقع حالة الحقيقة جيدة، ما أقدر نقول لك عنها ممتازة ولا أقدر نقول لك عنها رديئة، حالة متوسطة توصف بالجيدة. فيها 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 بعض ملاحظات إيجابية وفي بعض الملاحظات السلبية. ملاحظات الإيجابية، أول الحمد لله توفر أدوات وسائل النقل هون، سياني بيسات حافلات نقل وسياني مولي تاكسيات، هذا الحمد لله متوفرين هنا تياها. ما من ناحية السعر معقول، سعر تاكسيات قاع نحتسبه على أنه هوين، لأنه هو أرخص شيء من وسائل النقل على مستوى موريتاني ومتيسر ما شاء الله. هم اللي بالنسبة للبيسات متيسر إنهم في حد ذاتهم، يا غير الناس البعض منها ما في متناول، وهذه 6000 اللي دايرين. من ناحية خدماتهم لا معقولة على المستوى. من هون إلى القيران في نهار واحد 400، 200 ماشي 200 جاي، أنت ما عندك دخل. وثانيا تقصي تلفت شيء أكثر من حملها ولا تقبل تفيري بيه. نظام النقل هون واجعة، ما مقبول أي وسيلة العلاج، الناس كلها يوقف القدرون، بل مين باقي يوقف، ما فهم رادع، لا سلطة رادعة ولا مواطن مستجاب القوانين يسير. هذه إشارات المرور داروها، يا غير هي عاد فيها تكسرت ولا قد تقدر بساعة داروها. أصحاب سيارات الأجرة ووكالات النقل بين المدن يثمرون الإصلاحات التي عرفها قطاع النقل ويطالبون بالتحقيق المزيد. السلطة التنظيم هاي يقولوا لها جبرت الواتات وجبرتنا على قطيع التواط وخلاص الفوضى، وشي ثاني ما هو خال لجانب ما هم ياسري، لجانب ما هم خالقين، ما شفناهم معانهم. الشد اللي جابرين هو لا المواطنين هم المخسرين النظام، وخاسر معاهم النظام ولا يقدر يصلح معاهم النظام. احنا ما قدرنا نتم نقطع بين التواط، الحمد لله قريب من 100 وعلينا سيرفيس بيه يوميا، اللي احنا ما شفنا قاع مرض شيء. طالبين من الدوله تعدل الحاله معانا، تتعاون معانا. نختار الاتحاديه تصلح وتعود فم نظام خاص مركز عليه. الواتات ما هم بين ثلاث نختارهم ينقلوا عنا. اسمع النظام يعود النظام، ها هم قالوا لنا نبيت رواتاتنا بينتناهم. سمعت قالوا لنا نعدلوا تواغطنا وعدلناهم كاملين الحمد لله، ما خصنا تاغط. سمعت معناه انه الواتات ما هم بين ثلاث نختارهم ينقلوا عنا. ومواكبة للتحول الجذري الذي عرفته مدينة واذبو على مستوى البنية التحتية الطرقية، والتي شهدت خلال الفترة الأخيرة تطورا لافتا للزائر، تعمل السلطات العمومية على تنظيم قطاع النقل ومرتنته ليصبح مفتوحا أمام المواطنين عبر اتخاذ سلسلة إجراءات مختلفة. الله اللي أعلن مواطنين واذبو بعدهم، يا الله يعود الله يعرفوا على أن أخلق ياسم من التقدم في هذا القطاع. هذه الفوضى اللي يقول هو اللي خارج منها شيء، وعقب وعدل ياسر من وعد جمع معهم ياسر من تجمعات مع اتحاديتهم اللي احنا هم كنا هم اللي عاوناهم فكرة انهم عودوا اتحادية، لحقناهم هون فوضى ما هم اتحادية ولا هم كلهم يجي من زر، وعقبنا عطرناهم اللي نقدوا بعد قاعد يعدلوا اتحادية، وعاد عندهم كلمة وعاد فهم حد يقدر يتكلم مع واحد ويرجع شورهم ويتكلم مع الثاني. هاي من ناحية. ناحية أخرى عندهم ياسر كانوا يقولوا هون من المشاكل، لحقناهم هون داخلهم ياسر من هذو الأجانب وياسر من هذو مضايقينهم في العمل هون. قبضت دولة خطة مضبوطة ومعقولة، قبضت لهم خطة هذه بيرما الرخصة الخضراء اللي عدلت اللي عاد خاصة بالنقل، ومفروض أنها ما يقدر يعدلها مواطن يعني ما هو مواطن عنده كردانديت عنده طاقة تعريف، وهذا من اللي يوخذ أي رقاج من ما هو موريتاني من وراء هذه الرخصة اللي هي. ذي الناس اللي تاكسي هذا ما اللي عدلنا فيه إجراءات هون واضحة، كولرات تاكسي ما كان هون معدلهم تنوي كاشي، عدلنا اجتماع وتوافقنا معهم، توافقنا على كولرات تاكسي وعلى تاكسي واضحة هون. ويبقى تعاون السائقين والمستثمرين في قطاع النقل مع الجهات العمومية هو الضامن الوحيد لمواصلة الإصلاحات المنفذة في مجال النقل حتى تصل إلى مستوى التطلعات.